ماشي يا حربي، الله يخرب بيتك. يلا بقى، هي موتة ولا اكتر. ايه ده؟ ايه؟ دي مش التريلا؟ مش التريلا؟ يا نهار اسود ومنيل! ايه ده؟ دي ملهاش اثر! ملهاش اثر؟ طب اركب! هنروح فين؟ نروح نشوف ايه اللي حصل؟ العجلة نامت ولا فرقعت؟ ولا حصل ايه اللي حصل؟ ده يوم اسود! اركب! اركب يا اخويا اركب! بسرعة! يلا! لف بسرعة! مش قلت لك راجعين ياض؟ الحمد لله. بس برافو عليك اصلي. مش قلت لك؟ امال العربيه مين دي؟ بلاش اسئله غبيه يا بركه. طيب طب زين ما كانش معاك ليه؟ يا ابني جاي وراك اهو. وصل اهو. سلام يا زين. عشرة على عشرة يا ياض، طلعت ابن جنية بصحيح. اهو كده تعجبني يا صاحبي، مش قلت لك بطل تشاؤم وخليك متفائل كده على طول. لا ما خلاص، التشاؤم ده طلقته بالتلاتة. عليا النعمة، بحبك يا أشقر. حبيبي حربي. ده بتكلم مين؟ هكلم المعلمة اطمنها. كلمها. الو. ايوه معلمه، كويس انك لسه صاحي. وانت فاكر ان انا اقدر انام من غير ما اطمن عليكوا على العمليه؟ لا طمني يا معلمه، كله تمام التمام. حصلت اي مشاكل؟ خالص يا معلمه، كله اصلي. احنا دلوقتي هنشون البضاعه، وبكره ان شاء الله الصبح هجي لك كراسيكي على الموال كله، ونشوف هنتصرف ازاي. الليله تفوت عليا الليله، مش هستنى لغايه بكره. سلمي على زين وعلى بركه. يوصل يا معلمه. سلام. بتسلم عليك يا زين. الله يسلمك ويسلمها يا حربي. طب وانا؟ وانا يا حربي؟ وانت كمان يا بركة. يا بركة ذنب ايه؟ رشوان بيه عندك؟ ايوه موجود. في ايه؟ مصيبة، مصيبة على ذنب ايه؟ ايه اللي حصل؟ التريلا، التريلا ضاعت. انت بتقول ايه؟ الله، هو في ايه عن تربية؟ في ايه يا عزام؟ مفيش حاجة دنيا، خد ادعاء وروح. براح يوصلكم لحد البيت. يروحوا ليه يا عزام؟ الليل لسه طويل والقعدة حلوة. الليل جاي يكتري يا عنتر. يلا يا دنيا. يلا يا بنت يا دعاء. أنا مش عارف قلة المزاج دي. يلا. إيه يا عزام؟ في إيه؟ العربية اتسرقت. عربية إيه اللي اتسرقت؟ أنهي عربية اللي بتتكلم عليها؟ العربية اللي فيها البضاعة. يا دي المصيبة. يا دي الليلة الطيل. هنعمل ايه؟ هتصرف كيف؟ انا هتصل بعدلي بيه عشان يبلغ الباشا الكبير. لا استنى. استنى ايه؟ الباشا الكبير لازم يعرف كل حاجه. مش لما نعرف احنا الاول ايه اللي حصل؟ فين حنفي دلوقتي يا عزام؟ حنفي ومفيد قلت لهم يجوا على هنا. بالظبط. نبقى نستنى لما يجوا ونعرف ايه الحكايه، وبعد كده نبقى نتصرف. تفتكر بعد اللي حصل ده رشوان هيسكت؟ أعلى ما في خيله وركبه. وبعدين رشوان ده باين عليه راجل مفترق قوي واكل حقوق ناس كتير، يبقى يدور بقى على مين اللي عمل فيه كده، وبقابلني بقى لو عرف يا حلمي. اه يا خوف يا حربي لو عرف. احنا قلنا ايه يا عم زين؟ بطل تشاؤم وخليك متفائل احسن. ماشي يا عمنا. او كده نمشيها تفاؤل. حربي زين، بص لقيت في العربيه سكر بودره. جبته منين ده يا ده؟ جوه العربية وسط الحديد.
انا ما اعرفش ايه دخل سكر البودره بالحديد يعني. السكر بودره؟ ده بودره بركه. يعني ايه؟ يعني فيها تأبيده. ده ما كانش فيها اعدام يا عم حربي. ايه؟ اعدام؟ شفتي بقى يا دعاء؟ الحكايه طلعت سهله مش صعبه زي ما كنت فاكره. لا بس ده جو غريب قوي يا دنيا، انا مش واخده عليه خالص. بكره يا اختي هتتعودي. انا مش عارفه يا اختي، لولا التليفون اللي جالهم ده كان ممكن يجرى لنا ايه؟ نهار اسود. قال يا دنيا صحيح هو ايه اللي حصل؟ النبي ما انا عارفه، بس شكلها كده في حاجه غريبه بتحصل، حاجه غلط. غلط؟ غلط ازاي بقى؟ اصل عزام وعنتر ورشوان في بينهم كده بيزنس مفيش حد يعرف عنه حاجه. بيزنس ايه؟ يا بنت انت بتفهميش؟ بقول لك مفيش حد يعرف عنه حاجه. بعدين يعني احنا مالنا؟ خليهم هم في البسبس بتاعهم واحنا في البسبس بتاعنا. فين العربيه يا حيوان؟ ما اعرفش يا رشوان بيه، احنا كنا ماشيين في امانه الله والعربيه ورانا بنبص.